التصريح الثاني انت قلت بانه الرقص الرقص مفيد لصحة العظام. السؤال عندنا اليوم، اي نوع من انواع الرقص؟ اي نوع هو؟ انا مع استشاري عظام زميلي، فانا اعرف ايش يعني نتكلم. فهو من الاشياء اللي تساعد في تقوية العظم انك انت تسوي تمارين مختلفة فيها ضغط على العظم، زي نط الحبل او هذا الحبل. فكنت نتكلم انه الرقص يفيد في تقوية العظام، يعني طلعت. فانا قلت له الرقص يفيد. هو دحين هو جاوب هو استشاري عظام، قال نعم يفيد. سار الهاشتاج نزار يقول الرقص يفيد، يعني انت كيف؟ هو اللي قال. طيب هو دكتور عظام، انا مو دكتور عظام، انا بساله لانك اشهر من نار على علم. اي جمله تقولها ولو بالغلط حتتوبع الحقيقه. يعني انا دحين طول الوقت اقول كل من صور في التيك توك بيرقص قام حط نزار يقول انه فعليا العظام. طيب صاروا يحطون مقاطع الرقص ويقولون مفيد. موضل الشمراني اصبحت مفيده اليوم 100%. اي طبعا. اي وكل الانواع، حتى مثلا العرضه او الخبيتي. هو يقولوا كمان حتى يعني على قوتك في اداء الرقصه يعني كمان.